أعزائي المشاهدين، طبتم وطاب مساءكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ولنا حلقة جديدة وبرنامج هموم الناس. حقيقة نبدأ حلقتنا بتعزية للأسرة الصحفية في محافظة صلاح الدين بوفاة الزميل محمود صالح السامرائي الذي وافته المنية يوم أمس، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته. طبعا هذا الرجل عمل معنا قرابة 17 عام في محافظة صلاح الدين، لم يسمع له أحد صوت، كان يعمل بهدوء وصمت حتى رحل بصمت. نتواصل وياكم ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج هم الناس، ما تنقلته شبكات التواصل الاجتماعي. مدرسة أم النخيل في قرية الأطرش في قضاء الدوايا في محافظة ذي قار. طبعا حقيقة هذه المدرسة يعني مع كل الأسف أن حال التعليم بالعراق وصل إلى هذا الحد، وخاصة في القرى والأرياف. طبعا هذه المدرسة اللي راح تشوفون الصور مالتها هي في قرية أبو الأطرش في قضاء الدواية في محافظة ذي قار. هذه المدرسة أنشئت سنة 2006، والمفترض تكون مدرسة نظامية حكومية فيها تعليم، فيها كوادر تعليمية، ولكن راح تشوفون الصور مالتها وشخ ونتحدث عن حالتها. اعطينا الصور مخرجنا. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج هموم الناس. طبعا شفتوا الصور اللي أرسلت وتناقلت عبر شبكات التواصل الاجتماعي. طبعا هذا حال التعليم في العراق، وهذا واقع التعليم في القرى والأرياف اليوم. اليوم هذا الواقع، هاي الحقيقة، أنه لدينا مدارس طينية، لدينا مدارس كرفانية، ولحد الآن لحد الآن طلابنا وإحنا بسنة 22 يداومون بمدارس طينية، ومن القصب والبردية السقوف مالتها. مع كل الأسف هذا حال التعليم في العراق، رغم الميزانيات الكبيرة التي أنفقت على التعليم في العراق. طبعا كنا نتأمل من اللجنة العليا لمكافحة الفساد في العراق أن تفتح ملف في المدارس في عموم العراق. سبق أن عرضت عبر برنامج هموم الناس مدرسة أم المؤمنين في قضاء الدور في ناحية حمرين، لا تختلف كثيرا عن هذه المدرسة، بل قد تكون أسوأ من مدرسة أم النخيل. هذه المدرسة في ناحية حمرين في قضاء الدور ضمن مديرية تربية محافظة صلاح الدين، حقيقة نفس الحالة. المدرسة تفتقر إلى مرافقات صحية، تفتقر إلى صبورات، كذلك يعيشون بناء نفس الطريقة. لا فرق بين مدرسة في الناصرية ومدرسة في محافظة صلاح الدين. أمنا فعلا أن يعاد النظر في المدارس وتخطيط المدارس وتشييد المدارس. اليوم لدينا مدارس المحافظات متخمة بالمدارس غير المنجزة منذ أكثر من 6 سنوات و7 سنوات، لم تنجز مشاريع، مئات المشاريع في كل محافظة لم تنجز منذ 7 سنوات، ولحد الآن أمنا فعلا أن يلتفت مجلس الوزراء الجديد للتعليم في العراق وخاصة في القرى والأرياف. فاصل وراجع لكم. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج هموم الناس. طبعا قضاء بيج هي الكل يعلم من المناطق التي صوت عليها مجلس محافظة صلاح الدين من المناطق المنكوبة، وصادق على هذا القرار في حينها مجلس النواب العراقي بأن يكون قضاء البيجي قضاء منكوب، والمفروض عندما يقولون قضاء منكوب يعمر القضاء من أموال الطوارئ للدولة وليست من تخصيصات تنمية الأقاليم. طبعا لا نزال في محور التعليم، وصلتنا عدة مناشدات من أهالي قضاء بيجي بسبب كثرة المدارس الكرفانية في القضاء. حقيقة هذا القضاء لا يزال مدمر، البنى التحتية، المراكز الصحية مدمرة، المدارس مدمرة، المدارس كرفانية. المدارس الكرفانية طبعا هي بحد ذاتها مشكلة. المدارس الكرفانية كلنا نعلم أنه صغر حجم المدرسة، صغر حجم الصفوف، كون مدرسة كرفانية لا تجاوز حقيقة عرض الصف الواحد قد يكون 3.5 متر أو أقل نوعا ما. هذه هو المسألة، الحد الطبيعي للمدارس الكرفانية. طبعا في كل صف لا يقل عن 40 إلى 50 طالب، ونحن الآن نمر في جائحة كورونا، ولكن الحكومة العراقية أو محافظة صلاح الدين ما أخذت نظر الاعتبار
الحالة الاستثنائية لقضاء بيجي. طبعا وصلتنا مناشدات للبرنامج خاصة ببرنامجنا برنامج هموم الناس، إيصال صوتهم من أجل الالتفات على من أجل الحد من ظاهرة المدارس الكرفانية اللي انتشرت كثيرا، وحتى عندما وضعتها المنظمات الدولية وضعت هذه المدارس الكرفانية كحد مؤقت يعني لفترة مؤقتة لحين إكمال المدارس المدمرة، ولكن مع كل الأسف بقت منذ أكثر من 4 أو 5 سنوات هذه المدارس لم تكن هنالك التفاتة من حكومة محافظة صلاح الدين ولا وزارة التربية من أجل إعادة بناء المدارس المدمرة. نشوف هذا التقرير اللي وصلنا من قضاء البيجي. طبعا سبب الوجود المدارس الكرفانية في قضاء بيجي، السبب الأول أكو مدارس قيد الإنشاء، يعني مثل ما تقول متوقفة على ذمة الدولة مستحقات للمقاولين، فالمقاول يعني يرفض أنه يشتغل لأن الدولة ما منطيته فلوس. فهاي المدارس الكرفانية جابتها المنظمات جزاهم الله خير ودعمتنا بيها على حساب المنظمات، منظمات اليو ان دي بي أو اليونيسيف أو أطفال. شوف هاي بشتة ثلج، بالصيف حر، يعني هاي معاناة الأطفال، كادر تدريسي يعني ما كادر تدريسي ذاك الكادر، ألا الناس تجمع محاضرين وهذا. فنطالب هم مدير التربية أن يلتفت لهاي المدارس، والله نطالب السيد المدير العام في التفات لهاي المناطق اللي هي المالحة، المالحة الجوة، المالحة الأم، والمالحة الغربية. المالحة الجوة بها مدرستين، مدرسة قضاء بيجي يعاني من المدارس الكرفانية حقيقة. في كل منطقة توجد مدرسة أو مدرستين، يعني في المالحة توجد 3 مدارس، في البعيجي توجد مدرستين، في تل أبو جراد كذلك مدرسة، في حي الأسمدة مدرسة، في البجواري مدرسة، وأكو مناطق لا يوجد فيها مدارس كقرية العزة. لهذا السبب نطالب وزارة التربية ومدير عام تربية صلاح الدين بتوفير مدارس للأطفال حقيقة، لأن هذه المدارس الكرفانية يعانون منها، خاصة في فصل الشتاء تكون باردة وفي فصل الصيف يعني تكون حارة. لهذا السبب نطالب أن تكون ضمن الخطة، ضمن الموازنة القادمة لقضاء بيجي مدارس غير هذه المدارس الكرفانية. وحقيقة هذه المدارس الكرفانية تم إنشائها من قبل المنظمات. لهذا السبب نطالب من مدير عام تربية صلاح الدين بالأخص بتوفير مدارس تليق بأطفال وتليق بطلاب المدارس. لهذا السبب اليوم قضاء بيجي يعاني من هذه المدارس الكرفانية، ونطالب جميع المسؤولين من قضاء بيجي، من نواب، من شخصيات ذات نفوذ، بالضغط على وزارة التربية لتخصيص مدارس مكان المدارس الكرفانية. الأهالي نطالب مدارس، تأسيس مدارس جديدة، لأن هاي المدارس وهذا موسم الشتاء يعني بارد، مدارس بدون مدرسة الكرفانية ما بيها يعني لا بيها كهرباء لا بيها شيء تدفع الطلاب. يعني المدرسة الكرفانية كلش تعبان يعني رديئة. فنطالب الحكومة بتأسيس مدارس جديدة، المدارس المدرسة تعبانة والطلاب يعني حيل وضعهم تعبان، يعني كل 3 طلاب برحلة واحدة. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج هموم الناس. طبعا قضاء البيجي سبق أنه هنا قضاء البيجي يحتاج إلى تضافر جهود، يحتاج إلى وقفة حقيقية. اليوم القطاع الصحي متهالك، قطاع التربية متهالك، البطالة، نسبة البطالة عالية جدا في هذا القضاء، كون أغلب أصحاب المصالح هم تضرروا جراء العمليات العسكرية، ذهبت مصالحهم، نزوح طويل استهلك كل قدراتهم الاقتصادية. ولكن أمنا فعلا أن تكون هناك التفاتة، وأمنا فعلا أن يفتح ملف مدارس العراق بشكل عام، وخاصة في محافظة صلاح الدين. اليوم إذا تم فتح ملف المدارس والمدارس المشيدة راح تظهر لدينا كوارث في محافظة
صلاح الدين بكثرة المدارس الوهمية. حقيقة أهالي مدينة سامراء لديهم مدارس، وفعلا توجد مدارس ومدارس مشيدة منذ أكثر من 7 سنوات، ولكن منذ 7 سنوات وهذه المدارس لم تكتمل لحد الآن. مدارس لم تكتمل 7 سنوات اليوم، والمواطن ينتظر شو تكمل هذه المدرسة. جت الدولة حددت مساحة، بنت نسبة الإنجاز 85%، بعض المدارس 90%، أكثر من يمكن 8 مدارس في مركز مدينة سامراء لم تستطع حكومة المحافظة ولا وزارة التربية ولا مديرية تربية محافظة صلاح الدين إكمال هذه المدارس. فعلا أمنا أن تأخذ هذه المدارس. أنا اليوم أتساءل، طيب هذه المدارس مو محالة للشركة، والشركة وصلت نسبة الإنجاز 95%، طب هاي الشركة ما تريد فلوس المقاول اللي حلت لي إياه، ما يريد يكمل مدرسة حتى يأخذ فلوسه؟ لو هي المدرسة انحالت والمقاول كمل بحد ما أنطت الدولة فلوس وخلاص انتهت يعني. طيب هاي المقاولات والله عجيبة في العراق بشكل عام. أنا اليوم أعرف كل شركة تقدم على مشروع المفروض عندها تمويل كافي لإنجاز المشروع، ويقدم تعهد أنه أنا أكمل المشروع نسبة الإنجاز حتى يوصل أكمل نسبة الإنجاز وسلموني فلوسي حتى على شكل دفعات. طيب كانت سابقا يكمل 10% أو 25% توصل الدفعة الأولى، 50% الدفعة الثانية، و 75% الدفعة الثالثة، و 75% الدفعة الرابعة. طيب هاي أصحاب الشركات منو؟ زين منو هذا المقاول اللي لازم لي مدرسة صار لها 7 سنوات والحد الآن المواطن ينتظر شو وقت إنجاز هذه المدرسة؟ ويعني والغريب يعني وتحديدا في مدينة سامراء مشكلة إزالة التجاوزات، متوليهم إزالة التجاوزات ووضع حجر أساس ومدرسة ومدارس، والحد الآن الواقع أنه لم يتم تشييد مدرسة واحدة ونجي وكمالها بالكامل. اللهم يمكن أكو مدارس في سامراء الأهالي تكفلوا بإنجازها، ومن خلال جمع تبرعات من المواطنين تم إكمال عدد من المدارس استغلت، والآن فيها دوام رغم أنه المدارس عندما كملتها الأهالي لم يكن البناء الإعمار أو إكمال هذه المدارس بالمستوى المطلوب. انطيني مخرجنا الصور والمناشدات اللي وصلتني من مدينة سامراء. اليوم أكو مدارس في سامراء، مدارس مهمولة صار لها عدة سنوات، يعني دا لاحظ هاي مدرسة بصف الرياض، مدرسة لغات مجبرية، أكو هنا اللي حد الآن هسه 3 مدارس مجبرية الأولى تم تشييدها قبل 10 سنوات. زين المدرسة صار لها 10 سنوات مبنية على النصب متروكة، ليش؟ وين فلوسها؟ وين التخصيصات مالتها؟ زين الموازنة مال المحافظة صار 15 سنة، وين صارت؟ المحافظ وين ودى الفلوس مالتها؟ هاي مر محافظين 3 في صلاح الدين مدارس مبنية على النص ما كملوها، وعندنا الآن زخم في الطلاب. زين الطلاب اللي يعانون من 3 دوامات مسائي وصباحي، وين التخطيط مالكم؟ ناشد وزارة التخطيط يابا، انتوا وين تخطيطكم؟ وين عملكم؟ قبل كانت التعيين كله على وزارة التخطيط، وين التخطيط هسا؟ طلاب مهمولين، مدارس مهمولة على النص، شنو الفيلم يعني؟ البلد ايش يدور بيه؟ المدارس مبنية صار أكثر من 5 سنين 6 هياكل وعايفيها، ليش عايفيها؟ ما حد يعرف، فلوسها وين؟ ما حد يدري فلوسها وين، زين أكيد ما مصروفها فلوس، شلون هيئوها إذا ما مصروفها فلوس؟ زين؟ فالمفروض المسؤولين يدعون بفلوسها وين راحت فلوسها يجيبوها يعمرون المدارس بها. محتاجين شنو محتاجين؟ انت على الباوع كل مدرسه صايره هيك، حتى بكل السيارات الاهالي الطلاب ماكو يقفون من الازدحام بها. مسؤوليه المحافظه ومسؤوليه وزاره التربيه وتربيه صلاح الدين كلها مسؤوليتها. هاي الطلاب شوفهم كل 40-50 طالب بصف واحد، كله 4 في 4، واكو مدارس مبنية الهياكل مالتها بس ما يكملوها. تسأل فلوس وين راحن؟ تقدر تروح لإقليم كردستان تسأل فلوس وين هناك ليتونسون بيهن، ولد الخايبات ولد هذا هنا، هذا وضع طلاب، هذا إقليم كردستان، راح خمطلش كم مليار وراح الأربيل يتونس بيهن، وين على الأم وأبو للطالب.
أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج هموم الناس. أكيد يعني شفت واقع التعليم في العراق، خذنا نماذج طبعا، احنا خذنا نموذج من محافظة الناصرية ونموذج من محافظة ونماذج من محافظة صلاح الدين. طبعا الحال متشابه في عموم مدن محافظة صلاح الدين، وكأنك ما تعيش في مدينة واحدة. نروح اليوم إلى، رحنا إلى محافظة ذي قارة، أخذنا نموذج هذه المدرسة اللي طلابها يمتحنون فيها العراء، هذه واحدة. جينا على مدارس في مدينة، في قضاء الدور ناحية حمرين، تجد نفس الحالة موجودة، مدرسة أم المؤمنين بل أتعس من مدرسة الأطرش في قضاء، في محافظة ذي قار. تروح على قضاء البيجي تجد المدارس الكرفانية، وهذا حال المدارس الكرفانية، عبارة عن حقيقة بؤرة للفيروس. 40 طالب بالصف الواحد، صفوف صغيرة، أمراض متناقلة ما بين المرضى، وهذه مشكلة أهالي قضاء بيجي. تروح المدارس سامرة، مدارس شيدت منذ أكثر من 7 سنوات والحد الآن، طبعا أنا أتوقع راح تخرج على الخدمة وتكمل هذه المدارس لحد الآن. اليوم المواطن العراقي طبعا ظروفه يعني مثل سبقنا وهنا أنه كأنما عايش في مدينة واحدة. تجد حال أبو البصر نفس حال أبو الموصل، وحال أبو الموصل نفس من حال صلاح الدين، وبن صلاح الدين حال الديوانية وحال حال كركوك. المريض يتمرض راح للمستشفيات الأهلية، والطالب يريد ينجح يروح للمستشفيات الأهلية، والطالب يريد يدرس يروح المدرسة أهلية. اليوم أصبح العراق عبارة عن استثمار. طبعا هذه المشكلة نتمنى أن يعني المستشفيات، أنا اليوم ليش المستشفيات الأهلية فيها كل الخدمات وكل الأجهزة، بينما إمكانيات الدولة ما تستطيع توفر مستشفى نموذجي في كل قضاء في كل محافظة. هذه مشكلة الصحة والتعليم في العراق. طبعا هاي المشاكل الصحة والتعليم، لو نجي على الميزانية التي أهدرت، مو صرفت، أهدرت في قطاعي الصحة والتعليم، ثق بالله تبني بلدان. ولو نسمع على الأرقام المخيفة اللي هي كلها تريليونات احتمال توصل للصحة وتوصل للتعليم، والحد الآن ندرس بمدارس طينية وكرفانية، وطلابنا بالمحصلة النهائية بشهر الواحد يطلع يمتحن بالعراء، قاعد يمتحن طالب ابتدائية. إيش سويتوا بالتعليم؟ وش حملتوا بالتعليم؟ هذا حال، لا فرق بين ذي قار والناصرية، بين ذي قار وصلاح الدين وبقية المحافظات الأخرى. ونتواصل وياكم ولكن بعد الفاصل، وتحياتي لدارة لمدراء أو مديرات التربيات ذي قار وصلاح الدين. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج هموم الناس. حقيقة العراق يسجل أرقام مخيفة في عدة مجالات، منها العنف الأسري. اليوم العنف الأسري يسجل نسب عالية جدا في عموم المحافظات العراقية. اليوم هنالك مشاكل كثيرة بدأت تظهر إلى المجتمع، وما أعرف ليش بدأت تظهر لحد الآن. هل سابقا ما كانت عندنا هاي المشاكل، أو ما كان عندنا شبكات تواصل توصلنا هاي المعلومات؟ اليوم يومية حدث غريب، بنت قاتلة أمها، وزوج قاتل زوجته، وزوجة قاتلة زوجها، وتباهوا على المصائب والكوارث على الأسرة العراقية، ما تعرفها منين تجي، ما أعرف سابقا ما كانت موجودة ها كل هذا العنف الأسري، أم ما كان إعلام يوصل هذه الظواهر السلبية إلى المجتمع. طبعا العراق يسجل حالة ارتفاع كبيرة جدا في العنف الأسري. طبعا معدل حالات الطلاق باتت ناقوس خطر يدق المجتمع العراقي، يدقص ناقوس المجتمع العراقي. العراق يسجل معدل 210 حالة طلاق، حتى نهاية 21 يسجل معدل 210 حالة طلاق يوميا. إذا تجي تقسم 210 كل 24 ساعة تطلع تقريبا عندك 9 حالات طلاق في الساعة الواحدة، وهذه كارثة كبيرة جدا تواجه مجتمعنا. طبعا ممكن تكون، طبعا هذه نتيجة أولا الأزمات الاقتصادية، الأزمة الأمنية، الأزمة الصحية، يعني هذه الواقع اللي يعيشه الفرد، سوء الاختيار، كل هذه سببها هذا ارتفاع معدلات الطلاق. نروح نشوف هذا التقرير اللي عدنا زميلنا مصطفى محمد في تكريت ونرجع لكم. أن تزايد حالات العنف الأسري في الآونة الأخيرة في مدينة تكريت والعراق عامة، وضعف العقوبات الرادعة ما بين العنف والضعف، وضعف العقوبة، أن زوجة تتعرض لكل أنواع التعنيف، وذلك هناك مادة في قانون العقوبات العراقي مادة 41 يجب تعديلها أو استحداثها. مادة 41 تنص على تأديب الزوج، وهذا مما ازداد في حالة التعنيف. أما بخصوص ازدياد الطلاق في الآونة الأخيرة في المجتمع العراقي، هو سبب البطالة أولا والخيانات الزوجية في التواصل الاجتماعي،
والسبب الرئيسي هو الزواج المبكر. التواصل الاجتماعي او الانترنت بصوره عامه والموبايلات هي سبب اول رئيسي في حالات الطلاق او الزواج المبكر ايضا هماتين يعني سبب الطلاق اللي دي يصير لان دي عمرها 15 سنه 16 سنه يتزوجوش مهتمه بالحياه حتى يتزوجوا من هذا الوقت او بعض الموبايلات اللي هي فسله المواطن فسله الشعب العراقي وليس بس المواطن العالم اجمع افسد من وراء الموبايل والله ما المحكمه ما لها علاقه واللي هي المفروض الاهالي يتابعون اولادهم او بناتهم يتابعون استخدام الموبايل طريقه استخدام الموبايل لان جاي يستخدمون طريقه الموبايل بصوره غير صحيحه فيجب عليهم ان يستخدمون الموبايل بصوره صحيحه يعني حتى ما تصير حالات طلاق من هالحكي. لاحظنا الحالات الاخيره الزواج كلها عن عباره عن التواصل الاجتماعي وبالحقيقه هذا الزواج يعتبر كله فاشل ومشاهده المسلسلات التركيه فهذا التعارف كله قبل هسه كان يصير كله على التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا فبالحقيقه انا اشوف هذا الزواج فاشل فما اعرف يعني شنو الى متى راح نصل جان نشوف حالات الطلاق يوميه بالعشرات في المحاكم فنطالب يعني نريد حل وقفه لهذا المشكله. أعزائي المشاهدين عندنا لكم مرة أخرى وبرنامج هموم الناس بضيافتنا المحامي والخبير القضايا الأستاذ أحمد مصدق حياك الله أستاذ أحمد. أهلا وسهلا أستاذ محمد حياكم الله حيا الله قضايا السامراء حياك الله عزيزي وبرنامج هموم الناس حياك الله يبارك فيك. أستاذ أحمد اليوم قانون خلينا نتحدث عن القانون بشكل عام يهدد الآن القوانين سارية المبذول نفس القوانين من سنة اللي قرب بقانون مجلس قيادة الثورة سنة 69 ولا يونيو هذه هي نفس القوانين نفس القوانين وردت عليها بعض التعديلات مثلا كقانون الأحوال الشخصية رقم 188/1959 وكل حاليا بعض التعديلات اللي طرت عليها على بعض المواد القانونية حد الان نعمل حد الان ساري ونعمل بنفس قوانين مجلس قياده الثوره نعم. هي قوانين السائده بالقضاء العراقي رقم 111 لسنه 1969 قانون عقوبات العراقي اللي حد الان ساري نروح اليوم احنا راح ناخذ فقط الجوانب الشخصيه نقول او العنف الاسري نعم وما يتبع العنف الاسري نبدا عن العنف الاسري طبعا العنف الاسري لا شك انه ظاهره سلبيه في المجتمع حاليا ظهرت واستشرت بصوره عامه مثل ما تشوفون يعني باغلب يعني الحالات اللي قاعده تصعد على مستوى البلد يعني وردت سنه 2020 تقريبا بحدود ال 20,000 حاله عنف اسري بس هذن اللي مسجلات لدى وزاره الداخليه ولدى مجلس القضاء الاعلى 20,000 20,000 حاله عنف اسري ليا سنه لسنه 2020 17,000 حسب الإحصائيات اللي موجودة حاليا هاي بس المسجلة لدى وزارة الداخلية أما ما خفية كان أعظم أنت يعني إحنا هؤلاء فقط اللي وصلوا الأجهزة الأمنية وصلوا القضاء فقط اللي وصلوا إلى مراكز حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري اللي موجودة هي تابعة وزارة الداخلية موجودة في جميع المحافظات والأقضية طيب بس هذول اللي وصلوا ما عدا اللي ما وصلوا واللي تحملوا ما تحملوا يعني حقيقة بالحلقات السابقة كان ضمن محاور حلقتنا أب يعنف طفلة بقسوة حد أنا حتى أطلقت عليه قلت مجرم مو أب نعم مجرم اليوم قانون حماية الطفل شنو قانون حماية الطفل أحكامه شنو أحكام قانون حماية الطفل طبعا يعني هو الطفل ورد في الدستور هو بناء يعني من أول نص في الدستور العراقي لسنة 2005 هي المادة 29 اللي قالت بأن الأسرة هي أساس المجتمع وعلى يعني الدولة أن توفر حمايتهم الاقتصادية والاجتماعية والأسرية والتعليمية والدينية وإلى آخره يعني من الأساس واللي هو أعلى السلطة القانونية أو التشريعية اللي هو الدستور وثم القوانين نجي من قانون العقوبات العراقي رقم 111 سنة 69 وقانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959 وقانون الأحداث العراقي رقم 76 سنة 83 كلها نصت على حماية الطفل ورعايته وشؤونه بالإضافة إلى العراق لا ننكر الجانب الأساسي العراق مصادقة اتفاقية حقوق الإنسان طبعا من البلدان يعني الأوائل اللي وقعت اتفاقية حقوق الإنسان ومن اللي وقع اتفاقية حقوق الطفل سنة 89 والبروتوكول لحماية الطفل سنة 91 فكل هاي جوانب لحماية الطفل طيب خلني أروح على الأحكام يعني أم شافت ابنها تعنف أبوه ضربه بطريقة مؤذية جدا أو العكس أم ضربت ابنها بطريقة الأب أخذه وراح اتجه به للقضاء شنو الحكم اللي يصدر على الأب
اولا تصدر عليه مذكره قبض او استقدام حسب تقدير القاضي وفق الماده 413. هو يلجؤون حسب الاجراءات. خلينا نروح على الماده 314 مو 314 413. طيب ال 413 شو تنص هاي الماده؟ هاي كالمشاجره من ناحيه الضرب والايذاء وكذا كاول شيء يعني كشو ما اقول يعني اول خطوه بعد يوم بعدها حسب جسامه الضرر اذا كانت عامه مستدامه بعد ما يحال لجنه طبيه تكون على 412 توصل الى توصل الحكم مالته الى الجنايه يعني خمس سنوات فما فوق بالاضافه الى الغرام. طيب واذا كانت يعني اخف تكون الى الجنح. طيب في حال انه الاب ضرب ابنه بطريقه مؤذيه ورادت العائله تتنازل عن الاب يصير التنازل له الا الطفل يبلغ حق هو يطالب بحقه الشخصي مو هو الاب هو الولي الجبري على الطفل. فبهاي الحاله ربما المحكمه راح يعني راح تقدر لها تقديريا بان تسقط الولايه عنه القائمه راح تكون للام للام فبعدها من تكون للام يعني فهي راح تكون هي ولي امره يعني. ف طيب نروح على الفقره الاخرى هي ايضا حتى ما نطيل على الساده المشاهدين فقره التفرقه. كم نوع من انواع التفرقه عندنا بالقضاء العراقي او الطلاق؟ التفريق وفق القانون الاحوال الشخصيه رقم 188 59 جاء فيها الماده 40 فعده انواع يعني من المواد ال 40 39 وفوق فهي جت عده انواع للتفرقه وعده اوجه منها منها التفريق للضرر واذا كان صار مثلا يعني ضرب من قبل الزوج لزوجته اذا ايذاء وضرب وغيرها اذا كان مثلا الزوج يتعاطى المخدرات وغيرها المخدرات والمسكرات وغيرها اذا كان الزوج يمارس القمار في دار الزوجيه اذا كان الزوج مثلا مريض باحد الامراض النفسيه او الجسديه او العضويه او غيرها فموجود عده انواع. فحاليا الشائع يعني في المجتمع في المحاكم هو تفريق للضرر تفريق للهجر تفريق للخلاف وغير او الطلاق التعسفي يطلقها خارج المحكمه او يعني يتلفظ أفضل الطلاق مباشرة ويقع الطلاق. خلينا نروح على فقرة هي فقرة الزواج خارج المحكمة ثم العودة للمحكمة وهي هاي يمكن أم المشاكل داخل هي القضاء. هي أم المشاكل داخل القضاء العراقي بالضبط. هو يعني القانون العراقي حدد زواج زوجي هو 18 سنة. بس لكن أكو بعض الاستثناءات هي حجة الضرورة القصوى بعد ما تحال لجنة طبية وتشوف من هي إمكانية بين الزوج إذا كانت أتمت 15 من من العمر وموافقة ولي أمرها إذا كان أب أو أم أو منهم كان يعني هذه نروح عليه على زواج القاصرات القاصرات. نروح على فقرة الزواج خارج المحكمة شلون تتعاملون كخبراء قضائيين كمحامين شلون تتعاملون مع هذه الحالة؟ أول خطوة عندما يتم زواج والزفاف والدخول قبل المحكمة بعدها رح يجي يصدق الزواج بداخل المحكمة من يصدقنا رح ينحال على التحقيق رح ينحال تحقيق طيب. كونوا أتزوج خارج المحكمة سابقا استفادوا منها بالعفو اللي صدر ب 2008 وعفو رقم 25 سنة 2016 استفادوا منها بأن يعني يعني يشمل بأحكام العفو يطلع منها يطلع منها خلص. حاليا لا حاليا ينحال تحقيق ربما تصل إلى الغرامة أو إذا كانت في بعض الأمور الجانبية ينحال إلى محكمة الموضوع إلى محكمة الجناح وينحكم وايضا يتغرم. طيب في حال زواج وطلاق خارج المحكمه شلون نتعامل مع هذه الحاله؟ ايضا الزواج يعني طبعا بالمناسبه كثير من هذه الحالات لا كثير يعني هاي هنا اخطر الحالات واكثر حاله يعني سادي بالمناسبه يعني احنا بالاضافه الى عملنا اشتغلنا في منظمات مجتمع مدني كان منها مثلا منظمات من طرف الدين بها جانب قانوني ونشتغل على هاي الحالات تدري اغلب الموجودين مجتمعات ما بعد دخول عصابات داعش الارهابيه واجتاحت المحافظه ف اختلطت العالم وضاعت اوراقهم ومستنداتهم بالاضافه الى اهل الارياف اللي دخلوا المدن قاموا يحتاجون الى في تقديم المساعدات اطفالهم للمدرسه غير هالامور تصير بداخل المدينه كهويات مستمسكات غيرها صح الصدور الى اخره فهنا قاموا يحتاجون معامل اغلبهم هي هاي المشكله قاعد تصير عندهم متزوج ومطلق ومخلف وما داخل المحكمة أصلاً ولا عنده ولا أي ثبوت رسمي ولا على الأولاد عندهم حجة ولادة وربما الطالقة أو توفى وتعال شلون هاي تكون من خلال أيضاً نظمها القانون نظمها هذا نفس القانون اللي قلت الصادر من ذاك الوقت رقم 158-59 نظمها يعني يعني موجودة الآن موجودة شلون يثبت يحق للمرأة حتى الطفل إذا موجود عندهم طفل يسموها دعوة إثبات نسب تقام من قبل الأم أو الأب على الطرف الآخر إذا كانت متوفية تقام على العم أو الأب
الزوج المتوفي وثم يصدر بحكم ويثبت بالنفوس ويرجع طبيعته. طيب بهذه الحالة يعني اليوم الكثير من الأزواج هؤلاء الذين اختطفوا غيوة قسريا. نعم. طيب شلون تتعامل مع هذا؟ وكثير اليوم حقيقة احنا من خلال تجوانا برامج قناة سامر الفضائية مراسلين ماكو مدينة ما بها العشرات من هذه الحالات. طبعا مئات الى الاف تصل يعني حسب تقارير. يعني شلون تتعاملون مع المفقود؟ مدينة تكريت يعني بصور حجمهم يعني يتجاوز عدد 600 مختطف. 600 مختطف يعني بالتأكيد اللي هو مجهول يعني ما صار وضعه. هاي اولا تكون أوراق تحقيقية، الإخبار في أقرب مركز شرطة بأن فلان خطف بفلان تاريخ يعني. طيب. إخبار أقرب مركز شرطة من أحد يعني الورثة إذا كانت الأم أو الأب أو الزوج أو الابن يخبر بأن فلان خطف، وبعدها يسمون حجة حجر وقيمومة كونه أصبح فاقد الأهلية. بالضبط. مثل ما تعرف حجة حجر قيمومة تصدر على المسجون والمحكوم والطفل وغيره. فهذا ايضا مفقود فيعتبر فاقد الاهليه تصدر على حجه حجر قيمومة. وبعدها هذا ايضا نظمها قانون رعايه القاصرين ايضا من ضمن القانون اللي تقام دعوه اثبات نسب في حال اذا كان الزوج مفقود. نعم. بنفس الحاله بنفس اذا الحالة. كان متوفي او مفقود تقام اثبات نسب. تقام دعوه اثبات نسب. نعم. هلا عاد هو هنا استاذ يعني بعدها عاد راح توفي المحكمه يتوفى من خلال تقام دعوه الى مديريه رعايه القاصرين كونه اصبح قاصر فاقد الأهلية. قانون رعاية القاصرين أيضا شرع سنة 1908 فتقام دعوة من قبل أحد الورثة ويتوفى وأيضا تقام دعوة إثبات نسب وتصدر الورثة. طيب نروح على قانون تعنيف الزوجة واليوم مش كثرها اليوم والأول يوم الآن يعني اليوم حتى الزوجات يعني عندنا مشاكل إنه بعض الأزواج هم محنفين من قبل الزوجات، ولكن إحنا محور حلقتنا اليوم بس نسبة بسيطة كون المجتمعات يعني نسبة اليوم تعنيف الزوجة من قبل الزوج. المادة القانونية شنو المادة القانونية اللي يعاقب عليها الرجل؟ هو حاليا إحنا ما عندنا قانون عنف الأسري. قانون عنف الأسري كتبت المسودة مالته عام 2021 العام السنة الماضية كتبت المسودة. حاليا هو أن نتمنى أن تكون من أولى مهام مجلس النواب العراقي بهاي الدورة الحالية أن يشرع قانون العنف الأسري. بها قانون بها قوانين حقيقة يعني خطرة جدا. هذا القانون اللي تحكي عليه بقانون خطرة جدا بفقرات إنه غسل العار وهاي المشاكل. طبعا بها أحكام توصل للمؤبد. فهو قانون العنف الأسري يعني جاء في بعض الأمور من ناحية التطبيق والحماية ومن ناحية الإجراءات. فمن هذا الشقين يجي عالج العديد من المشاكل اللي صحيح هو قانون الأحوال الشخصية قانون ما قاصر لحد الآن معمول، بس لكن مثل ما تعرف يعني إحنا حاليا يعني أمضى عليه أكثر من 60 عام أو البلد تطور والعالم والتكنولوجيا ودخلنا العولمة وفتحنا العالم، وحتى صارت عندنا مشاكل مثلا بدأنا ما نأخذ بها بالقوانين ما موجودة، نأخذ بها اجتهادات محكمة التمييز وتكون عندنا أحجية نعمل فيها في المحاكم. طيب اليوم المادة القانونية أتسأل عن المادة القانونية، رجل اعتدى على زوجته بالضرب المبرح هجرها. في هنالك فقرتين، أولا إذا اعتدى عليها بالضرب وإذا هجرها، بالحالتين ما هو القانون اللي إذا اعتدى عليها على الضرب ترجع إلى مركز حماية الأسرة والطفل إلى قسم حماية الأسرة والطفل نفس المادة 413 أيضا على المشاجرة لأن هي تعتبر يعني أول يعني لحدنا كلها مشاجرة مو هي عاد تبقى أنا حسب التكييف عاد بعدها من تنحل على محكمة الموضوع يصدر بها قرار عاد هناك يكون مثلا إذا كان مسبب لها مثلا يعني أذى جسيم على 412 مثلا إلى شروع بالقتل. إذن القانون اللي ينطبق على الطفل ينطبق على الزوجة نفسها. نعم ينطبق، بس لكن استاذ مثلا كأنت الطفل بظرف مشدد الطفل والشيخ وغيرها هذا ظرف مشدد الطفل. الطفل مو مثل يعني مثلا الشخص العادي مثل ما أنا أنحال ال 413 حالي حال الطفل، لا الطفل بظرف مشدد كون أيضا عند قانون رعاية الأحداث رقم 76 سنة 83 أيضا يحمي للطفل يعني. فهنا المسألة. طيب حضانة الأولاد الأب طلق الزوجة وخلاص راحت الزوجة وأخذت عيالها. طبعا بالمناسبة أكمل لك على الموضوع السابق اللي حتى توضح الصورة للمشاهد. بعد ما يصدر الحكم بالزوج من هو اعتدى عليه وضربها وكذا وأثبتت المحكمة الموضوع كمحكمة الجناح ومحكمة الجنايات تقصيرة، تقام دعوة تفريق وفق المادة 40 تفريق للضرر وتسقط
طيب كل حقوق الزوج عنها يعني مثلا يعني هي تاخذ من عند المهر كامل، اثاث الزوجيه، الذهب والمخشرات الذهبيه وغيرها، والنفقه ماضيه ومستمره ونفقه عده، وكل الامور تاخذها من عنده وهو الممنوع. طيب اذا كانت هذه القانون كله والزوج لا يمتلك المال، وهي خاصه الان المشاكل كلها سببها البطاله وازمه العمل، اليوم اذا كان الزوج ما يمتلك اموال يسد كل هذه اللي قلت عليها المقدم والمؤخر والذهب والاثاث والهذا، شلون حلها هذه؟ هذا عن طريق التنفيذ، تكون هي بطريقه التقسيط. فمن تفتح لي اضباره تنفيذيه بعد راح تحجز على اموال المنقوله غير المنقوله. وانا هنا عندي سؤال ايضا مطروح، حتى لو عنده سياره كذا شيء كل شيء راح تحجز عليه وينباع بالمزاد العلني. واذا كان ما عنده ايضا نفقه المعسر حددتها محكمه التمييز حسب مواد النفقة اللي موجودة بالقانون الأحوال الشخصية، حددت نفقة المعسر 100,000 أدنى شيء. 100,000 أدنى شيء 100,000. إذا كان عندها أطفال ولا ما عندها أطفال 100,000 كحد أدنى ولا؟ هاي النفقة إلها خاصة بي. خاصة إلها. إلها 100,000. إذا كانت كنفقة ماضية بحد، ونفقة مستمرة بحد، ونفقة عدة 3 أشهر 3 قروء بحد، ونفقة الطفل بحد، وأجرة حضانة لها للأطفال. إذا بهالحالة كحد أدنى شكد يغرم الرجل يدفع بالشهر مجبور يعني. يعني إذا حسب إذا هذني كلها جوز توصل إلى 750,000 أكثر شهريا. يعني إذا موظف راتبه يستلمه يحاول إياه. أنا قلت تزوج. طيب أستاذ أحمد، قانون المؤخر. طلق رجل طلق زوجته وظلت المتعلق بينهم هو المؤخر الصداقة. نعم. شون يتعامل مع الدولة؟ الرجل ما عنده أمور المادية أيضا نرجع أيضا نفسش أيضا نرجع على فقرة الأقساط. هاي هنا تعتبر من دعاوى الدين. هو حسب إذا كان عاقدين على المذهب الجعفري أو على المذهب الحنفي حسب أكو بيها مثلا تستحقه عند حلول إحدى الأجلين أو أقرب الأجلين، مثلا الوفاة أو الطلاق أو الطلاق، وأكو عند الميسرة طبعا، يعني حسب القانون اللي هم انعقدوا عليه، وهي تعتبر من دعاوى الديون. بعد ما تنفسخ الشراكة بيناتهم أو قيد الزواج يعني الشراكة بيناتهم، تكون هاي من اختصاص محكمة البداءة. على محكمة البداءة أيضا تقام دعوة ودين وإلى آخره، واستقطاع من الراتب أو تقسيط منه إلى آخره. خلني أروح محامي ومتابع الشأن بشكل عام، وأكثر الناس تمر عليكم قضايا الطلاق وأسباب قضايا الطلاق وليش كثرة الطلاق. اليوم شنو أسباب حالات الطلاق؟ اليوم قمنا نسجل معدل كل 8 دقائق حالة طلاق يعني في العراق، يعني أو أقل من هذا الرقم أتصور، كل 6 دقائق حالة طلاق. يوم ليش شنو السبب؟ والله يعني هي حقيقة يعني موضوع محزن جدا. احنا يعني حتى نوضح للساده المشاهدين، اولا استاذ احمد اتصور خبير قانوني لاحد المنظمات المختصه بمنظمه الرافدين، بنت الرافدين. نعم، منظمه بنت الرافدين. بنت الرافدين طبعا استاذ، احنا اشتغلنا بهذه المواضيع بعده منظمات وفرق تطوعيه وغيرها ومجالس ولجان ومجتمعيه، لكن تخصصنا مع منظمه بنت الرافدين كون هي منظمه لحمايه المراه والطفل. هو هنا احنا احنا احنا, احنا صرنا كل هذا السبب طبعا كمنظمه لحمايه المراه والطفل. فعملنا سويا يعني كمنظمه الرافدين منذ النشأة الأولى اللي هي قبل 17 عام هي تعمل في هذا المجال. طيب. وتوسعت إلى تقريبا 8 محافظات من ضمنها صلاح الدين تشتغل بهذا الاختصاص. طيب. وحققنا فيها إنجاز، حتى شاركنا مؤخرا في كتابة مسودة لإحدى القوانين اللي تخص بهذا الموضوع، شاركنا مع خبراء من يعني على مستوى اللي يعني اللي يعني على مستوى مشرعين، جلسنا سوا على طاولة واحدة وشاركنا في كتابة مسودة لإحدى القوانين. النظام دار تأهيل الأحداث المتعرضين للخطر. طبعا هذا من الأنظمة اللي هي عالمية حاليا شائعة والبلد محتاج لها، فإحنا شاركنا في أو بادرنا في تقديم دراسة قانون، دراسة خاصة وهيكلية والنظام تفاصيل وبواسطة خبراء ومستشارين قانونيين وأعضاء مجلس شورى الدولة وإلى آخره. طيب شنو اللي يقدم، شو بيش راح يخدم المجتمع هذا القانون؟ هذا راح يخدم حاليا الأطفال المتسولين اللي يتعرضون للضرر للعنف. يعني الشارع حاليا مثل ما تعرف بالأخص أنت برنامجك هو برنامج هموم الناس، هموم الناس اللي موجودين على قارعة الطريق، المتسولين، الأيتام إلى آخره، بعض الفئات المجتمعية اللي حتى وصلوا إلى على مشاكل أسرية، حتى إلى ما كان يتيم لكن عنده مشاكل أسرية، هذا راح يلقي مكان مأوى له. هذا المأوى مو راح يدخله بقانون. اها يعني يدخل هنا بقانون مثلا، يعني هنا يحمي للطفل من حيث الدراسه ومن حيث التعليم، التغذيه، الدراسه، العلاج، كل شيء مكان مكيف محترم. فراح يكون الطفل وضعه افضل بكثير مما يبقى متسول في الشوارع، مشاكل زوجيه وغيره بالطرقات طبعا. نروح على فقره قانون
وهو الأهم، إنه من أسباب اليوم تشوف من أسباب كثرة حالات الطلاق هي شبكات التواصل الاجتماعي، أثرت بشكل كبير. طبعًا. أنت محامي، شنو الحالات اللي تمر عليك من هذا الموضوع؟ والله أستاذ تمر علينا يعني حالات يعني من ضمنها يعني الخيانة الزوجية يعني عن طريق. نعم، خلي لك سؤال، الخيانة الزوجية الإلكترونية شنو عقوبتها بالقانون؟ إذا كان الرجل أو المرأة؟ إذا كان توجيه محكمة التمييز ما تعتبر خيانة إذا كان عن طريق الهاتف. بس لكن إلا يعني جر المشهود وغيرها من تفاصيل الخيانة اللي نظمها قانون العقوبات أيضا، يعني نظمها في الباب الثامن منه، الفصل في الباب الثامن سماه الجرائم الاجتماعية، وفي الفصل الرابع منه الجرائم الأسرة أو المسيئة للأسرة تسمى، فنظمها قانون العقوبات. شو نص العقوبة؟ أنا أسأل عن العقوبة. والله أستاذ أكو عقوبات تنص يعني إلى أحكام جنائية تصل يعني إلى فوق الخمس سنوات يعني. خمس سنوات. أكيد بالطبع يعني يوصل بالتفريق يعني شيء تلقائي يعني هذا من يصير هيك. يعني نفس القانون يطبق على الزوج والزوجة ولا؟ نفس القانون. نفس القانون. هو نفس القانون الزوج إذا خان خيانة إلكترونية وثبتت إنه خان إلكترونيا يطبق عليه قانون. خل أطرق لك شوية قليلا القانون العقوبات اللي موجودة به مثلا المادة 378 من قانون العقوبات العراقي، لا يجوز تحريك دعوة الزنج الزوجية، عفوا 377 تعاقب الزوج تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنى بها، ويفترض علم الجانب قيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال العلم. ثانياً ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج إذا زنى في منزل الزوجية. هذه الزوج يعني الزوج مواقعة، ولكن أنا أسأل عن الخيانة الإلكترونية. الخيانة الإلكترونية يعني عن طريق الهاتف، قرار محكمة التمييز ما يشكل خيانة. ما يشكل خيانة إذا كان مكالمة هاتفية وغيرها من هالأمور ما تشكل خيانة. إذا وصل لي إرسال الصور وغير الصور، وهذا ما معمول يعني ما شائع اليوم. ترى نتحدث عن شيء شائع بالشارع. وانت على درايه هاي شلون تتعامل اذا ارسلت الصور غير الصور، صور خادشه للحياه شلون يتعامل؟ لا معك. اكيد طبعا هاي تختلف انا قلت لك عن المكالمه الهاتفيه، اما هاي لا طبعا باثبات يعني هاي بين تثبت ويكون تشكل لجنه، القاضي يوجه الجهه التحقيقيه بتشكيل لجنه بتفريغ الهاتف، يفرغون يتاكدون بين المحادثة هي حيوية وليس يعني مفبركة كفوتوشوب أو غيرها. طيب نسألك سؤال مو من ضمن محاور حلقتنا إنه خارج المحور، إنه الابتزاز الإلكتروني. أنتم منظمة وحاربتوا كمنظمة، أنت رافدين حاربتوا هذا الابتزاز الإلكتروني. نعم الإلكتروني وعندكم دورات وعندكم توعية وعندكم اليوم الابتزاز الإلكتروني لا نزال ليس لدينا قانون رادع لهذه الحالة. لا هو موجود يعني من خلال الإجراءات القادعة اللي هي يعني اللجوء إلى أقرب مركز شرطة، أو حالياً يعني أكو مجموعة حلقات وطبعاً القائمين عليها ما مقصرين بيه، مثلاً من ضمنها شعبة الشرطة المجتمعية. بالضبط الشرطة المجتمعية موجودة، الشرطة المجتمعية أنا أكثر من حالة أحيلها عليها وتحقق إنجاز ونتائج يعني يوم باهر من خلال الشعبة اللي موجودة حاليا في تكريت، ومن خلال مركز حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري وأقرب مركز شرطة دالة إلى أقرب مركز الشرطة اللجوء إلى ممكن يعني أيضا يتخذون بالإجراء أو بحيلهم أو يوجهون، أو جهاز الأمن الوطني، مديرية الأمن الوطني موجودة بكل المحافظات، موجود بها فروع اللجوء لها أيضا يعني لتحقق يعني إلقاء القبض على المبتز يعني بسرعة عالية وبجهود يعني قيمة في القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية، وبعدين ينحال إلى محكمة الموضوع ويتخذ إجراء. شكرا جزيلا استاذ احمد، شكرا لك اخذناك وتاخرنا عليك. لا العفو، شكرا جزيلا حقيقه. بنهايه حلقتنا نشكر الخبير المحامي والخبير القضائي احمد مصدق، نتمنى فعلا انه ان تجد قوانين وحلول، اولا تحمي الاسره تحمي الاطفال، اليوم لدينا مشاكل كثيره، وامنا ان يقر قانون حمايه الطفل، خاصه لدينا اليوم مئات الأطفال هم في الشوارع يعني حتى في ساعات متأخرة من الليل، حقيقة ما نعرف شنو هؤلاء، إن كانوا هؤلاء أيتام، كانوا هنالك مشاكل داخل العائلة، ولكن أمنا من العوائل مراقبة أبنائها وخاصة في هذا الظرف. إلى حلقات أخرى مع فريق العمل وتحياتي، أنا محمد السامراء، إلى يفوتني أشكر مرافقني في هذه الحلقة أحمد الدوري، مصطفى محمد، ومهيمن البياتي، وفي الإخراج سيف المهند.